في 15 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1952 أبحرت سفينة شامبوليون من ميناء مرسيليا الفرنسي، وكان فيها 330 شخصا بين مسافرين وطاقم وعمال. وبعد حوالي أسبوع وبالساعات الأولى من يوم 22 من الشهر نفسه وصلت إلى الشواطئ اللبنانية، ولكن الطقس تبدل فجأة وأصبح سيئا وعاصفا وهاج البحر وارتفعت أمواجه عاليا. اقتربت السفينة من شواطئ بيروت وكانت تستعد لدخول الميناء، شعر الركاب فجأة بصوت ضجة قوية واهتزاز عنيف بالسفينة، ليتبين بعد قليل أن السفينة كانت تجنح بعنف على قاع شاطئ الأوزاعي. ما حصل أن الملاحين بالسفينة وقبطانهم هو أحد كبار الخبراء بالسواحل اللبنانية فشلوا باستخدام رادار الملاحة في السفينة، ولم يعرفوا الالتزام بالخط البحري الذي على السفينة أن تسلكه، فاعتمدوا خطأ بالنظر على منارة مطار بيروت الجديد في منطقة خلدة التي كانت بمرحلة التجارب قبل افتتاح المطار رسميا، بدلا من الاعتماد على منارة مرفأ بيروت. دفعت الأمواج العالية السفينة الضخمة لتتوقف بشكل موازي للبر على مسافة حوالي 200 متر. في هذا الوضع الخطير كان من الصعب استخدام قوارب الإنقاذ، فقضى الركاب ليلة مرعبة وانتظروا الفرج بأي طريقة. طلع النهار وتجمع مئات الأشخاص على البر، ومنهم من حاول فعل المستحيل لإنقاذ الركاب ونقلهم إلى البر بواسطة مراكب صغيرة، ولكن الأمواج العالية كانت تقلبها وتفشل كل هذه المحاولات. انقسمت بعد ذلك السفينة لقطعتين وانسكبت كميات كبيرة من الوقود بالبحر، مما زاد المشكلة وأصبحت أعمال الإنقاذ أكثر صعوبة. حاول بعض الركاب السباحة للوصول للبر، ومنهم من نجح ومنهم من غرق بين الأمواج وطبقة الوقود التي كانت تطفو على سطح الماء. النوايا الطيبة والخبرات الكبيرة والحنكة بالتعامل مع البحر أدت لنجاح عمليات الإنقاذ الصعبة، فبرز من المنقذين أبطال كبار، ومنهم رضوان البلطجي وأخوه صلاح وآخرين. عملوا جميعهم بقوة وعزيمة وتعرضوا للخطر والموت من أجل إنقاذ عدد كبير من الركاب ونقلهم لبر الأمان. سطر هؤلاء الأبطال أسطرا مجيدة في صفحات الشجاعة، وكان لأعمالهم صدى طيب ورنة استحسان في جميع أنحاء العالم، وتناقلت الصحف والمجلات أخبارهم وإنجازاتهم.